مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. واحد من الموضوعات المهمة اللي يتم تداولها اليوم بكثرة ولكن ما ألقي عليها الضوء بكل تفاصيلها، فكرة الاستثمار اليوم في سوق الأسهم. إلى أي مدى هذه الفكرة بالفعل مجدية؟ إلى أي مدى هي صعبة؟ إلى أي مدى هي سهلة؟ ما الثقافة التي يجب أن يتعلمها الشخص المقبل على الدخول إلى سوق الأسهم والاستثمار فيه؟ ما الخفايا؟ ما الكواليس؟ ما الإجراءات؟ ما الطرق الصحيحة لاستثمار آمن وسليم يمكن أن يكون في سوق الأسهم؟ تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع نريد أن نعرفها مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم الهندي، وهو الباحث الاقتصادي المعروف. أستاذ إبراهيم مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم كل خير، أسعد الله مساء السادة المشاهدين بكل خير. أهلا وسهلا. اليوم جالسين نسمع حوارات كثيرة، اللي صحيح. يقول لك إنه سوق الأسهم من أفضل الأماكن اللي ممكن تستثمر فيها وادخل بقلب قوي وشجاع، واللي يقول لك لا الموضوع ما هو سهل ويحتاج إلى فهم عالي جدا. أعطنا المفتاح الأول، الفكرة. أول شيء سوق الأسهم هو أحد الأسواق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، من ضمنها أسواق كثيرة جدا، من ضمنها سوق الأسهم. سوق الأسهم هو الصورة الأولية اللي ممكن يأخذها المستثمر عن اقتصاد البلد. أي أحد يبغى يعرف اقتصاد البلد هل هو جيد ولا ضعيف ولا قوي ولا بأي، لازم يشوف سوق الأسهم، شركات البلد وش مسوية وش نتائجها، كيف أداء السوق بشكل عام. فبالتالي هي الصورة الأولية اللي تؤخذ عن البلد في الاقتصاد لما تشوف سوق الأسهم ومدى جودته. إذا هو جيد وممتاز وشركاته جيدة فاعرف أنه اقتصاد البلد ممتاز. إحنا الحمد لله في سوق الأسهم السعودي تحديدا الاقتصاد ممتاز وجيد وأثبت جودته خلال الخمس سنوات السابقة، هذه الأزمات اللي مرت على العالم بشكل قوي جدا. السعودية ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله وقفت صامدة باقتصادها بشكل كبير جدا، ساعدت القطاع الخاص. السوق الأسهم صحيح أنه تأثر لأنه هو أسرع الأسواق تأثرا في الهبوط وفي الارتفاع، فصحيح أنه تأثر ولكن عاود الارتفاع من جديد بشكل قوي جدا. نتائج الشركات تبين أدائها خلال الفترة القادمة الحالية والقادمة، وأنا أتكلم عن الشركات القوية التي يعتمد عليها اقتصاد البلد، مش الشركات الضعيفة اللي لديها خسائر كبيرة جدا والواجب أنه البعد عنها والحذر في الاستثمار فيها حتى يتم تعديل قوائمها المالية. هذه نقطة مهمة. طيب اليوم أستاذ إبراهيم، في واحد قرر أنه يدخل إلى سوق الأسهم، قرر الآن هذه بداية الدخول، إيش الثقافة الأولية اللي لازم يعرفها قبل ما يدخل؟ طيب هيئة سوق المال مشكورة ما قصرت، كل شخص يريد أن يدخل سوق المال في السعودية يدخل على صفحة هيئة سوق المال ويبدأ في عملية القراءة في الأسواق المالية اللي موجودة عندنا، كيفية تبدأ الاستثمار في كتيبات موجودة للمبتدئ اللي ما عنده أي شيء أو أي معلومة تخص سوق الأسهم، خصصت له تعليم خاص مجاني تدخل وتقرأ إيش معنات سوق الأسهم، كيف تدخل، كيف تستثمر، إيش معنات المضاربة، إيش معنات الاستثمار، إيش الفرق بينهم، الشركات أنواعها، إيش معنات توزيع الأرباح، كل التفاصيل اللي ممكن أنت تحتاجها كمبتدئ موجود في موقع هيئة سوق المال. هيئة سوق المال منوط فيها بالدرجة الأولى هي وضع التشريعات والتثقيف وتعليم الناس إيش المحاذير في السوق وإيش الإيجابيات في السوق، فهي ما قصرت، وضعت التشريعات بشكل جيد، منعت التلاعب، وضعت القوانين، وأيضا تضع التعليمات لصغار المتداولين كيف يدخلون، كيف تبدأ، من وين تفتح محفظة، كيف تفتح محفظة، كيف تختار الأسهم، إيش الشركات الناشئة أو إيش الشركات المتوسطة والصغيرة، متناهية الصغر والشركات الكبيرة، إيش الفرق بينهم، كيف تدخل، كيف تشتري، من الوسطاء اللي موجودين الآن في المملكة العربية السعودية، منهم الوسطاء اللي ممكن تفتح معهم محافظ وتبدأ في عملية التداول، كل هذه موجودة في موقع هيئة سوق المال.
موجودة ومطروحة بشكل جيد. جميل ممتاز. طيب اليوم اللي حاب أنه يبدأ، هل الفكرة العامة لسوق الأسهم أنه استثمار فقط ولا ممكن يكون ادخار؟ عفوا، السوق الأسهم تحديدا هو في جانبين، استثمار ومضاربة. الادخار هو عملية جمع المال دون الاستفادة منه. طيب الادخار أنك تضع المال ولا تستفيد منه، ولكن الاستثمار أنه الأموال المدخرة تقوم بوضعها في وعاء له عائد يخرج لك عائد باستمرار، اللي هو الاستثمار. طيب. تأخذ الأموال اللي أنت ادخرتها من فترة وجمعتها راكدة ما عليها أي عمليات، تقوم تأخذها وتضعها في وعاء استثماري يدر عليك دخل. جميل. الآن عندنا استثمار ومضاربة، تمام؟ استثمار ومضاربة في السوق، وعندنا ادخار اللي هو في الحسابات العادية اللي تدخر. ما في أي فائدة لها. طيب خلنا ناخذها واحدة واحدة، علشان إحنا الهدف من هذه الحلقة ومن هذه الفقرة أنه نعطي أولويات للاستثمار في سوق الأسهم أو الدخول في سوق الأسهم للمبتدئين. ممتاز. طيب اشرح لنا الفرق بين الاستثمار وبين المضاربة. المضاربة هو أنك أنت تشتري سهم من أسهم السوق بهدف الاستفادة من تحركه السعري فقط. يعني اليوم شريته فرضا بخمسين ريال، بكرة لقيته بأربعة وخمسين ريال، بعته لأنه استفدت الفرق السعري هذا في التحرك فقط. هذه هي المضاربة. أنت تضارب لأنك تريد الاستفادة من الفارق السعري في السوق، استفادة سريعة. السريعة. الاستثمار لا، مختلف تماما. انت تضع فلوسك لانك تريد العائد من نتائج الشركه، كل ربع سنه توزع لك ارباح وتعطيك ربحيه من الشركه، فانت شريك مع الشركه في استثماراتها، في ارباحها التشغيليه، انت من المساهمين اللي موجودين لك حقوق المساهمين اللي تاخذ ارباح الشركه، فتصبر وتستثمر وتضع اموالك، تضخ اموالك في شركات يعني لديها ربحيه عاليه. لا يمكن انك تستثمر في شركات خسرانة ما فيها استثمار، ما تعطي عائد، بس ممكن أنك تضارب فيها، بس اعرف أن الريسك عالي جدا عليك، ممكن تخسر فلوس. طيب فهمنا الفروق بينها، خلنا ناخذ جانب الاستثمار الحالي. ممتاز. الآن واحد قرر أنه يستثمر، إيش مواصفات الشركات اللي لازم يأخذ فيها أسهم الاستثمار هذه، وكم مدة الاستثمار بالعادة تكون الناجحة؟ شوف، الشركات الناجحة دائما يكون لديها إدارة ناجحة ونتائج مالية جيدة، ولديها استمرارية في النتائج المالية، ولديها توزيعات أرباح توزع وتضمن حقوق المساهمين بتوزيعات ربحية. لأنه لو شركة ناجحة ولا توزع أرباح، المستثمر يقول إيش استفيد منها؟ أنا ما راح استفيد منها شيء، ما راح تعطيني فلوس. ويكون عندها نمو، أنه في توسع للشركة، قاعدة تتوسع وأشوف أدائها جيد، وقاعدة تتوسع على أرض الواقع، لديها نمو، مش بكرة فجأة كذا ألقاها خسرانة، لا عندها نمو ولا عندها أرباح. كان عندها أرباح وفجأة خسرت ووقفت عملياتها. ليش؟ لأنه ما عندها نمو. طيب، ما عندها توسع. طيب هذه النقطة الأولى. تفضل. النقطة الثانية، مسألة الاستثمار، أنت كشخص، كفرد، أنت لو جيت تدخل لابد أن يكون في مستشار مالي. لابد. أنت ما تدخل عشوائيا، لأنه الاستثمار ما هو يعني ما هو أمر سهل، أنك تأخذ فلوسك اللي أنت جمعتها بتعبك وبعد فترة من الزمن وتحطها في مكان أنت ما أنت عارف وشه، ولا أنت عارف هل تدار الشركة بشكل جيد، ولا أنت عارف هل ربحيتها، الفرق بين ربحيتها السنة هذه والسنة اللي راحت، وش الفوارق، هل هي جيدة، هل هي بدأت تقل أرباحها ولا لا. كل هذه الأمور يعطيك إياها مستشار مالي معتمد، موجود عند الشركات المالية اللي موجودة لدينا ومعتمدة من البنك المركزي السعودي، لديها خبراء كثير. أنت المستشار المالي تحتاجه في أي استثمار ولا في الاستثمارات العالية ماديا؟ في الأغلب الأفضل أنه يكون في أي استثمار. أيوة. أي كاستشارة. أنا ما أقول لك حط مستشار مالي يدير أموالك، لا. أقلها قبل ما تدخل استشر. استشر أهل الخبرة. يفرق كثير. يفرق كثير جدا، لأنه أهل الخبرة عنده ترخيص ويقدر يشير عليك، عنده ترخيص معتمد للاستشارات المالية تستشير ويعطيك المشورة الجيدة. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. الاستشارة
من الشروط الجيدة للاستثمارات لما تروح لأصحاب الخبرة اللي لهم باع كبير جدا ويختصرون الطريق عليك ويضعك حيث ما انتهى الآخرون، وتجي أنت عنده تقول له أنا أستشيرك، أنت رجل معتمد من الدولة وعندك ترخيص وأنا بستشيرك، عندي أموال وين أوديها؟ ما في أحد يعلم كل شيء، كل تخصص له مستشارين. فلما تذهب إليه وتأخذ الاستشارة أنت وصلت إلى آخر نقطة وصل لها اللي قبلك ومشيت بشكل صحيح، مشيت بإدارة مال صحيحة. جميل، خلنا نوقف عند النقطة هذه ونكمل بعد الفاصل إذا تسمح لي عشان نأخذها واحدة واحدة. وشكرا لهذا التسلسل الجميل معنا. بنوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع ضيف الكريم. حياكم الله مجددا في هلا. الحوار ما زال مستمرا مع الاستاذ ابراهيم الهندي الباحث الاقتصادي المعروف، والحديث عن سوق الاسهم والاستثمار فيه. ارحب فيك مجددا استاذ ابراهيم. اهلا فيك استاذ المشاهدين. الان واحد جمع المبلغ اللي يبغاه، راح لمستشار مالي مثل ما ذكرت في سوق الاسهم، اشار عليه بالشركات والاستثمار، ايش الخطوه اللي بعدها؟ بعد الاستشاره وبعد دخول سوق الاسهم لابد انك تتابع استثماراتك. الاستثمارات اللي انت حطيتها تتابعها باستمرار، تتابع نتائج الشركات اللي انت استثمرت فيها، ايش الارباح اللي وزعت، لانه في بعض الاحيان توزع الارباح بس ما توصل لمحفظتك. هذه نقطه مهمه. كيف توزع الارباح؟ الشركات توزع الربحيه طيب، ولكن تكون انت المحفظه اللي انت فتحتها ما قلت للوسيط نفسه أو ما بلغت الوسيط أنه الله لا يهينكم أريد ربط الأرباح اللي في الشركة مع المحفظة أنها تنزل في المحفظة مباشرة. ففي أرباح كثيرة جدا عند ناس مساهمين أيوة ما أخذوها إلى الآن إلى اللحظة. وهي وين موجودة الأرباح؟ موجودة عند الشركة، محتفظة فيها الشركة، حقك ما يضيع. لحظة، مين هو الوسيط اللي تقول له؟ أي وسط؟ يعني العمل ما هو تلقائي؟ على سبيل المثال للحصر، البنوك كلها عندنا لديها وساطات في الأسهم طيب، اللي هي شركات الكابيتال تسمى. كل بنك لديه شركة كابيتال، هذه وسيط للأسهم طيب، خاصة بالأسهم. فالكابيتال هذا اللي خاص بالأسهم هو اللي تفتح فيه محفظتك طيب. فإذا فتحت المحفظة فيه إيه؟ وبديت تودع من حسابك البنكي للكابيتال وتأخذ من الكابيتال وتشتري أسهم إيه؟ عن طريق محفظتك، شريت الأسهم وجدتك ربحية بعد 3 شهور طيب، بعد ربع سنة الربحية موجودة، الشركة تقول إحنا أرباحك محفوظة باسمك عندنا، وين نحولها؟ إيه؟ هل أنت رابطها بالمحفظة حقة طيب الكابيتال؟ كيف يصير الربط هذا؟ الربط تكلم الكابيتال نفسه أيوة، اللي هو الوسيط حقك، تقول الله يهينكم أنا عندي أرباح موزعة لي من الشركة الفلانية أبغاكم. لا بس أنت أصلا ما تعرف الفكرة هذه، يعني مفروض أنك من البداية تكلمهم تقول لهم اربطوا لي الأرباح أيوة الربع سنوية بالمحفظة. هذا اللي أنا أتكلم فيه، أنه من البداية تجي تقول لهم والله تعالوا أنا مستثمر، الوسيط نفسه ما يدري انت مستثمر ولا مضارب ولا ما يعرف أي. فلازم تقول له انت ايش اهدافك، تقول انا مستثمر وترى باخذ ارباح واربطوها لي الله لا يهينكم. طيب لا تبقى طيب ارباح عند طيب الشركات. استاذ ابراهيم هنا سؤال مهم، اللي اشترك وما عرف النقطه هذه الا من حوارنا الحين، ايش يسوي؟ ارباحه موجوده حتى لو قبل 20 طيب؟ سنه، يروح للوسيط ويقول له، للوسيط اللي هو الكابيتال يقول له اي البنك نفسه أي. الكابيتال حق البنك يقول له انا عندي ارباح موجوده. للمعلومية عشان يعني أوضح للناس، شركة تداول أيضا مشكورة قامت وعملت تطبيق اسمه تداولاتي أيوة، تداولاتي تفتحه وتربطه عن طريق الكابيتال نفسه، اليوزر حقك حق الكابيتال يسمح لك بالدخول لتداولاتي. تداولاتي هذا إيش يسوي؟ يفتح لك كل محافظك اللي موجودة في السعودية كاملة طيب، حتى لو في بنوك ثانية حتى لو في كابيتال ثاني، ويعطيك ايش الاسهم اللي موجوده عندك وايش الارباح اللي انت مستحقها وموجوده، وين ارباحك موجوده، هل نزلت في حسابك ولا لا زالت عند الشركه.
هذا غير الكابيتال حق البنك هذا اللي هذا هذا خاص بتداول طيب شركه ايه؟ تداول اللي لها علاقه بالسوق واداره السوق ايه؟ عندهم تطبيق اسمه تداولاتي تفتح فيه وتشوف كل محافظك اللي موجوده وارباحك اللي موجوده اللي وزعت عليك حتى لو قبل 20 سنه ويوضح لك انه اذا كان نزلت في محفظتك كله موجود عند الشركه يوضح لك هذه محفظتك موجوده وفيها عدد اسهم كذا وتراك اخذت ارباح عليها كذا وارباحك قبل 15 سنه وموجوده ترى عند الشركه ولا موجوده بحسابك الان نزلوها بس موجود عند الشركه لانك من 20 سنه ما اخذتها و15 سنه رح قل الكابيتال يربطها وطالب فيها وتنزل لك طالب فيها وتنزل لك ما كل طيب شيء محفوظ طيب جميل الارباح هذه توزع كل 3 اشهر صح في شركات توزع 3 اشهر في شركات توزع 6 اشهر نصف سنوي في شركات توزع سنوي على حسب سياسه الشركه اللي بتدخل فيها لانه انا ليش قلت لك مستشارك المالي بيوضح لك في البدايه بيقول لك انت وين تبغى تستثمر تبغى عوائد 3 اشهر ولا عوائد 6 اشهر ولا عوائد سنه وش الخطه الاستثماريه حقتك اللي موجوده تبغى نحط لك خطه ولا انت عندك خطه استثماريه تبغاها البيت البيت المنزل تبي تستثمر عشان تلقى منزل ولا عشان سيارة ولا عشان تعليم الأبناء الدعوة ما هي لعبة الدعوة لابد تصير مرتبة أنت مستثمر ليش أنت أوكي عندك ادخار مزبوط لكن تبي تستثمر وإيش الأهداف حقتك عشان نسرع من عملية تحقيق مستهدفك لأنه عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا استهداف كبير جدا إلى تحويل أكبر قدر من المتداولين إلى مستثمرين ليش؟ لأنه ثقافة الاستثمار تجعل من السوق ذات ذو كفاءة عالية وأداء ممتاز وأداء الشركات يرتقي عشان يرضي المستثمرين كل ما صار عندي مستثمرين أكثر كل ما الشركات أعطت اعتبار للمستثمرين لأنهم يطالبونها بنتائج يطالبونها بأداء ممتاز يطالبونها لأنه في مجلس إدارة وفي تصويت من قبل المساهمين فمجلس الإدارة والتصويت اللي بيجي على مجلس الإدارة الجديد بيطالبوا بأداء جيد للشركة وأداء ممتاز ونتائج مالية فتبدأ نرتقي إذا ارتقى الاستثمار نرتقي بالسوق وأداء شركاته فيكون هنالك أداء ممتاز فهذا مستهدفنا في المملكة أنه يكون السوق من العشرة الأوائل في العالم عن طريق التشريعات زيادة نسبة الاستثمار في الأفراد وزيادة نسبة الاستثمار المؤسساتي يعني حلو. أغلب المؤسسات تبدأ تستثمر على مدى طويل وبشكل مؤسسي طيب جميل طيب واحد عمل كل هذه الخطوات واشترك وخلاص وبدأ في السوق بدأ يأخذ ثقافة الأسهم وغيرها يجيك السؤال الأهم دائما يقول لك متى أبيع ومتى أشتري شوف مسألة متى تبيع ومتى تشتري هذا السؤال الجوهري اللي كل العالم كل العالم وكل الاقتصاديين من كتاب في الأسهم ومن اقتصاديين ذو خبرة عالية جدا كلهم يبحثون عن إجابة هذا السؤال متى نبيع متى نشتري ليش أكبر مضاربي أو أكبر مستثمرين الأسواق في العالم مثل وارن بافيت جيد في الدخول لأنه عنده سياسة وعنده استراتيجية ممتازة يعرف متى يدخل متى يبيع هذا سؤال جوهري سؤال مره كبير ومره كتب فيه مؤلفات طيب وش الاجابه عليه الاجابه عليه انه ما اقدر احدد لك انا متى انت تبيع ومتى تشتري ليش لانه سياستك ما ادري وش هي انت بتاخذ ارباح اذا لا اشتر ولا تبيع خذ ارباح الشركه كل 3 شهور حتاخذ ارباح الشركه صح ولا لا اذا انت مستثمر ما تحتاج السعر السوقي اللي قاعد يتحرك في السوق هذا يحتاجه مضارب هذا يحتاجه مضارب انت ما تحتاج هالسعر هذا طيب والله تقول لا أنا مرات بصير مضارب ومرات بصير مستثمر إذا بع إذا شفت الأسعار مرتفعة وجيدة وممتازة تبيعها لأنه أنت ربحان بينما الأسعار نازلة وممتازة للشراء والسعر العادل للشركة بناء على الأصول اللي موجودة في الشركة السعر العادل له حسابات كثيرة جدا قياس السعر العادل لكل شركة على في السوق له حسابات كثيره جدا رياضيه لكن لما اجي اقيم اصول الشركه اللي موجوده عندها وارباحها وادائها خلال الثلاث سنوات اللي راحت او خلال السنه اللي راحت واقيمها بشكل عام واقسم الاداء هذا على عدد الاسهم يطلع لي سعرها العادل فهي اذا صارت فوق سعرها العادل بكثير اعرف انه ممكن تنزل سعرها العادل
يكون في ضغوط بيع عليها، واذا صارت تحت اداء سعرها العادل ممكن ترفع ترتفع السعر. جميل. السعر هذا العادل. هذا السؤال هذا مره يعني كبير وما حد يعني كثير جدا ما لقوا له حل الا المضاربين لهم سياسه مختلفه غير المستثمرين. سياسه المضاربه وشديده المخاطر. طيب ما ننصح فيه. من الاسئله المهمه اللي يطرحونها الناس يقول لك كم المبلغ اللي مفروض أدخل فيه؟ أنا عندي مبلغ بسيط، عندي عالي، عندي متوسط، إيش حسابات المبالغ والدخول فيها؟ طيب في الاستثمارات لا يوجد كم المبلغ، السؤال هذا لا يوجد في الاستثمار. لو تقدر تستثمر ب100 ريال، ب50 ريال، ب1000 ريال، ب10,000 ريال، ب5,000 ريال استثمر، لأنه الاستثمار القصير المدى أو المتوسط أو البعيد ذو فائدة. الاستثمار دائما يعلمك كيفية الصبر وكيفية تحصيل النتائج بعد مدة، ما يعلمك الاستعجال، ما يعلمك المخاطرة، بالعكس يعلمك الحذر، يعلمك إدارة المخاطر الجيدة، يعلمك كيف تقيم أداء الشركات بشكل ممتاز وكيف تقيم أدائك المالي أنت، أنك أنت تدخر وتأخذ فلوسك وتستثمر، ما تلعب بفلوسك بمخاطرات عالية جدا ممكن تخسرك فلوسك اللي انت تعبت عشان تجمعها، وهذا خطأ كبير جدا. طيب سؤال، من وين تيجي الخسارة في سوق الأسهم للمستثمر؟ المستثمر قليل ما تيجي خسارته الا اذا اداء الشركة بدأ يضعف، او ما حصل من ازمات مفاجئة مثل ازمة كورونا. جتنا مفاجأة العالم كله والاسواق بدأت تنزل نزول رهيب جدا، ما كان المستثمرين ولا كان في احد. طيب على الاطلاع. للمضارب من الدخول الخاطئ والطمع والجشع، طمع عالي جدا، يبغى اسعار مرتفعه ودخوله في اماكن خاطئه، يبحث عن انصاف الفرص. شيء طبيعي انه يدخل في اماكن قد ترفع نسب المخاطر عليه وتخسره. المضاربه معروفه، كل ما زادت المخاطر كل ما زاد الربح وزادت الخساره. بينما اللي يسوقون يقولون كل ما زادت المخاطر زاد الربح، بس ما يذكر الخسارة لك. هذا غلط. زيادة المخاطر هو زيادة على الجانبين. طيب هذا يأخذني إلى سؤالي. اليوم اللي موجودين في مواقع التواصل ويصنفون أنفسهم على أنهم خبراء ويعطون استشارات في مثل هذا الموضوع، بعضهم يسوي بثه بشكل يومي وغيره. أيوة. هؤلاء أنت تشوف أنه طريقتهم على صواب وتقول للناس اسمعوا منهم ولا لا؟ لا بصراحة. لا كذا إجابة واحدة. ليش؟ لأنه من لديه ترخيص، هذا قاعدة. إحنا عندنا في المملكة العربية السعودية قانون. أي. في بنك مركزي تحت مظلته هيئة سوق المال تحتها التراخيص. اتبع النظام تسلم، ما عندك مشكلة. تبغى تقدم استشارة؟ أي. حقق الشروط وخذ الترخيص وخلك مستشار معتمد وقدم تراخيصك. قدم تراخيصك وقدم استشاراتك. مسألة انك تبي تطلع تقول والله اشتروا وبيعوا ممنوع، ولا في مستشار يعني، ما في يعني اللي يطلعون خبير في حسابات مواقع التواصل، ما في خبير ايه؟ اقتصادي يجي يقول لك بنص اشتر بالسعر الفلاني بيع بالسعر الفلاني، ابدا. لانه طيب يعرفون لحظة مدى اهميه الدخول والخروج باذن وترخيص. لازم تاخذ اللي يطلعون الان هذول مرخصين ولا هل لهم ترخيص؟ ايه؟ لازم اساله، انا ما اعرف. طيب انا ما لا يمكن اني اجاوب على الهواء الان. ايه؟ انه هل له ترخيص ولا لا؟ لازم اساله. انت مرخص؟ طيب عندك ترخيص؟ طيب حتى لو عنده ترخيص، الممارسه اللي جالس يسويها هي ممارسه صحيه في عالم سوق الاسهم ولا لا؟ هي انه كل يوم يجي الصباح ويفتح بث ولا اي شيء على اي موقع من المواقع ويستعرض الاسهم ويقول هذا مناسب وذا غير مناسب. هو حر في مساله انه هل يعمل بثوث ما يعمل بثوث، هذه خارج نطاق مساله انه لكن الاهم انه يكون مرخص. انت مرخص، واضح، ما تلعب على الناس، ما تجي تفتح بثوث تلعب على الناس. اشتروا في السهم الفلاني بيعوا الآن، اشتروا بكرة، يبي يجلس أسبوع، لا تقعد تحلل، ما عندي مشكلة. كل هالأمور هذه سوى بس بشرط واحد،
يكون عندك ترخيص معتمد من هيئة سوق المال أنك شخص مؤهل لإعطاء الاستشارات المالية. واضح. واللي بيدخل يجب أنه يتأكد أن هذا الشخص مرخص أو غير مرخص. عاد هذا ذنبك أنت، دخلت وشفت شخص قاعد يسوق لك وطعته وعاد أنت سلمت رقبتك، تحمل الخسارة. والله يعني كذا أنت ما تعرف في مجال المال والأعمال أنه لديهم تراخيص الناس، والناس مضبوطة بنظام، وأنه ما إحنا في دولة عشوائية يا ناس، احنا في نظام عندنا ينظمنا، وسوق ومراقب، واللي يشترون اللي يبيعون مراقبين ومعروفين للاموال كيف تدخل وكيف تطلع، ما هو بالدعوه لعب، هذا حفاظا على اموال الناس. جميل. لا عندنا وهذا يعطي ثقه اكبر للي بيدخل. مؤسسات ماليه عندنا تحافظ على اموال الناس بالنظام. احنا دوله لدينا نظام ونحافظ على مقدرات البشر، سواء سعودي، ما انت بسعودي، مستثمر اجنبي انت خارج البلد، او اموالك جت عندنا، نحافظ على مقدراتك بالنظام وشفافيه النظام. انت سلمت نفسك الواحد ما هو متبع النظام، تحمل نفسك، تحمل خسارتك. استاذ ابراهيم شكرا جزيلا لك ولهذه الاضاءات المهمه جدا. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ ابراهيم. اعتقد يعني انه يعني خلونا نسميها دوره تثقيفيه، حوار تثقيفي للمبتدئين في سوق الاسهم. اتمنى ان نكون يعني من خلال هذه الفقره نجحنا في افاده الناس اللي حابين يدخلوا الى هذا السوق، اما كمستثمرين او كمضاربين. أنا على قناعة تامة أن الأسئلة في هذا الاتجاه ما زالت كثيرة ولا تنتهي، وكل واحد يمكن عنده أسئلته الشخصية من واقع تجربته، ولكن الأهم أنه ألقينا الضوء بصفة عامة ووضعنا المفاتيح والمبادئ الأولية للدخول إلى هذا السوق. سأذهب إلى فاصل ثاني في هذه الحلقة وبعده ألقاكم.